خلال جولة تفتيشية ضبطت اللجنة الرباعية الحكومية المشكلة من البلدية وهيئة الغذاء والتغذية والقوى العاملة ووزارة الداخلية 48 قصابا جائلا في محافظة العاصمة، حيث أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة، ومشيرا إلى أن فرق الطوارئ مستمرة في حملاتها طيلة أيام عيد الأضحى المبارك. انطلقت حملات فريق الطوارئ بالتعاون مع الأخوان في القوى العاملة ممثلة في اللجنة الرباعية على ضد القصابين الجائلين، وتم ضبط عدد 48 قصاب جائل في نطاق المحافظة، وسيتم الآن اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين عبر تحرير المحاضر المخالفة، سواء كانت عن طريق الأخوان في القوى العاملة أو الأخوان في الهيئة العامة للغذاء، وأيضا في إجراءات ستتخذ عن طريق بلدية الكويت. ستستمر هذه الحملات يعني اليوم غد بإذن الله، استكمالا لضبط جميع من يخالف القوانين واللوائح والنظم.